ست دقايق براديو ليبون كولتور. فنجان قهوة من دون سيجارة، الكل مدعوين ليشاركونا هالصبحية مع ضيفنا المميز الأستاذ روبر فرنجي. يا ما خبيت بعيني دمعي وهم الساكن فيه، وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع، ما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني أنا يا حبيبي. فنجان قهوة من دون سيجارة، لقاء يسمح بالكافيين ويمنع النيكوتين. الماضي بعده عم يوجعني، إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع. طبعاً فاستوديو رقم واحد في راديو ليبون كولتور مقفل، ونحن نلتزم بتطبيق القانون ورح نشرب القهوة من دون سيجارة. anyway، ضيفنا نرحب به ليس فقط في الاستوديو إنما في القلب أيضا، وليس فقط بفنجان القهوة إنما بكل الترحيب والتأهيل. روبر فرنجي ألف أهلا وسهلا فيك، يسعدني جدا اليوم هاللقاء. وأنا الأسعد كمان أن يكون ضيفك بهالإذاعة اللي بتمني لها مزيد من الانطلاق والانتشار، وهي بلشت تاخد مطرحها وموقعها على طول الخريطة اللبنانية. أنا مبسوط بعودتك إلى الإعلام، لأنه الإعلام ما فيك تهجري أو تهجري. صحيح، الإعلام مش أنت، نعم مش أنت جواته، هو جواتك. ما في لزوم كتير تنبهيني على موضوع التدخين، لأني بحياتي مش شرب سيجارة، مش ما عندك مشكلة يعني، بشرب قهوة بالكميات بالركاوي يعني عرفتي، يعني بطحن بن مش بس طحونة هواء، أنا طحونة بن بس السيجارة ولا مرة. من هو ما رح سيرك وقال لك إيه إنه كرميلك ما رح أشرب، وعم طبق معكم البنود والقانون بالإذاعة. لا لا، بعدين مش بس هيك، ما نحن نافق جدا بمصداقيتك يعني. تسلمي خليك كلك زو. أنا كتير سعيد اليوم أني معكم بالحوار الإذاعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ روبر. نحن ابتدينا بأغنية كتير عزيزة عليك، بحبها كتير، بحب كتير الغنية، مع أنها أغنية حزينة. حلو صوته لوائل جسار كتير بهالغنية. أنا تابعته والتقيته وقت كان الطفل المعجزة، يعني وقت كان عمره 7-8 سنين عم بيغني. بتذكر كان مرة بلقائه وهناء الصافي اللي اعتزلت، حوارته كان بعده يعني من اللي يسمون الأولاد المعجزة. بحب صوته كتير، وهالغنية كتير بتفوت على قلبي، فيها إيه، فيها إذا بدك تلوين الوجع، بلون الوجع بصوته. صحيح. بيذكرني بشي يعني قالته الست الكبيرة فيروز، بي أنا صار لازم ودعكم، إذا ما بكينا ودمعنا ما تفتكرونا فرحانين. موجوع وجع وائل جسار بلون الوجع. حبيت كتير الغني بصوته، بحبه كتير من الأغاني. حلو كتير، وحلو التعليق كمان، كتير حلو. تسلمي خليك. كنا عم نحكي هلأ أنك بتشرب كتير قهوة كتير. ما بتدخن أبدا. طيب شو رأيك يعني بالقرار 174؟ نعم، رح يصير مثل 425، بتتذكرني 425 بالحرب. أنا ما بدخين بس ربيت ببيئة بتدخن، يعني عندي عائلة حد المحيطين القرايب الأصحاب من الناس اللي كتير بيدخنوا بالكروزيت. هلأ أكيد يعني كتير بتفهم إذا بدك الناس اللي بينزعجوا بالجلسة الوحدة مع ما بيدخنوا بأجواء المدخنين، بس أنا شايف فيها خرابين بيوت، شايف إنه في أمور كان ممكن نبلش فيها قبل موضوع الدخان. بالأماكن العامة
يعني كان في كتير أمور، مثلاً إذا بدك ما ينتج عن الكسرات والزفتات والتلوثات بمناطق صارت موبوءة صحياً، ما بدي سمي جغرافيا مثل شكا ومثل الزوق وغيرها. في أمور كان لازم تتبلش فيها القصص المعالجة، معالجة التلوثات قبل ما نوصل إلى موضوع الأريجيل وموضوع الدخان بالمطاعم العامة. أنا كنت بشوف كان لازم يكون المعالجة تدريجية ومش هيك إذا بدك مباغتة ودفعة واحدة هيك خرابين اللي بيوت صعب. صحيح، وكأن فجأة أبداً. يعني صار القانون يطبق بحذافير، كأن المجتمع الدولي أثر بأذن السياسيين بيت أبو سياسي بلبنان أنه لازم هلأ توقفوا الدخان، عرفتي؟ وإلا أنه ما بعرف يمكن يجيبوا لنا غوندي من جديد أو سفير آخر أو رستم آخر ما بعرف، بس أنه ما كان كتير هيك هين بيمرق على قلب الناس. حتى أنا عم بقلك ما بدخن وبعرف كتير من غير المدخنين استيقوا من هالتطبيق، إذا بدك الكتير في خرابين بيوت بيأثر على العامل الاقتصادي. نعم. طيب كمان هلأ في عنا هالحملة على التلفزيون، هالإعلانات، هالحملة البروموسيون يلي إنه لازم ندعم القرار 174، هيدي ردة فعل على المطالبة يلي الناس عم بتطالب فيها. أنا كتير بتفهم المطاعم لأن أنا الناس اللي كتير بيبرموا بيقوا يعني إذا بدك عنده 3-4 أيام بيمضوهم بمطاعم، وعندي أصدقاء كتير بالمطاعم على طول الخريطة يعني بإطار السياحة الداخلية، وبعرف قديش وجعها. يعني أنا بعرف صديق اللي بيشتغل بشركة عم بيقول لي روبرت هالشهر بدنا ننقص معاشات، وبشركة تانية معنية كمان باللقمة وبالمطعم بيقول لي هالشهر بدنا نوقف 14 موظفة عن الشغل. الحقيقة من قصيدي من الشهر إنه بس إنه أوكي بتوصلي لبسين تيابون الكوستيوم للآخر وملمع المطاعم ومنظفة، لا في شيء أهم، العامل الاقتصادي بوجع لقمة عيش الناس. أنا بقول بيندق بكل شيء إلا بلقمة عيش الناس. صحيح صحيح. طيب لو طلب منك أنت شخصيا صياغة هيدا القانون كيف كان طلع للناس؟ كيف أنا بقول مع إذا بدك مع فرض أماكن مخصصة بالمطاعم، يكون في أماكن يا أختي مثل ما بيكون في إذا بدك بيكون في حتى بال يعني بالمطاعم بالدول الغربية بتشوفي إنه في محلات مسموح فيها التدخين ومحلات مش مسموح فيها التدخين، بيسوى كانين عاملين قطع إذا بدي غرف وبينعمل شيء بركة على إرادتك، إنه يكون في إرادتك إنه أنت اليوم في جلسة فيها دخان مسموح، حابة إنه على مسؤوليتك أنت حابة أنت تكوني بهالجلسة، ما حدا حريص على المواطنة على صحته أكتر. أكتر من أنا مرات بشوف في خطابات بتعمل لي كوليسترول وبتعمل لي ضغط وبتعمل لي سكري أكتر من مليون سيجارة حقيقة، أنه في خطابات مضرة لصحة المواطنة أكتر من الأرجل. زادوا الخطابات زادوا. بس منعوا السيجارة. أنا بقول إذا بتعمل إحصاء بتشوف السياسيين خايفين كتير على صحتهم، بشوف في 70% من السياسيين لا يدخنون، عملي احصاء وشوفي. اوكي بنرجع لفنجان القهوه يلي عم نشربه. طيب فنجان القهوه صوري مثلا بكره يعملوا كمان ايه انه يتزاكوا شي حكومه جديده بتزيد على الحكومه اللي مرقت، وممنوع كمان القهوه القهوه ايه انه هيدا توقع روبرت ممكن صاير انت كمان عم تتوقع. لا مش عم دخيلك انا اذا بدك بعيد عن الفلكيين والمتفزلكين قد ما بدك من هون لا مارون الراس وما زرع شبع، ما خصني بهالظاهرة ولا أنتمي إلى أبدا أبدا، ما عندي علاقة بالمورائيات أبدا ولا مرة بقعد وبحضر مع محبتي واحترامي الكبير لأله. طيب القهوة إلى علاقة شوي بالتوقع، في ناس مثلا ببصروا بالقهوة. أنا بشوف الحبر إلى علاقة يعني بكتير بتذكرني القهوة لأن أنا كل شو عم بكتب عم بشرب قهوة. نعم. أنا بربطها بالحبر أكتر. يعني الركوي المحبرة مثلا. حلو حلو كتير حلو كتير. طيب بتبصر يعني تطلب من حدا يبصر لك هيك على سبيل التسلية؟ أبدا. إذا بدك أنا بتهكم بجلسات أنا بعمل حالي أنه بتطبوا الفنجان ولا إذا بدك لأخلي لبسط الفكرة أنه قديش منع عميقة، يعني أنا بقول لهم طبوا الفنجان وبصير بخبرهم. بتكون بتعرف أخبارهم 100% يعني. وهني هيك بتصير يعني هي هيك بتصير. أول فنجان قهوة مع مين بتشربوا أي ساعة؟ كل إذا ما كان عندي بيروت مع الوالدة. مع الوالدة أي ساعة عادة؟ بكير كتير 8:30. بتفوق بكير لأنه يعني بيروح الولاد على المدرسة. يوم اللي بكون أنا بالبيت بحرص أني أشوف الولاد لأنه بكون أنا مسرب من بيروت على الشمال مش شايفهم، أو سهران أنا ومدامتي ومش شايف الولاد. يعني بفضل أني أوعى معهم بعاشقتهم هني وعم بيحضروا شنط المدرسة
واعطيهم خرجيت، ومفضل انا اكون بهاللحظه معهم. هلا مساءبة انه بالبيت ما عندي حدا بيشرب قهوه، يعني ما دامت ما تشرب قهوه ما بتدخن، البيت كله اذا بدك ما منه بهالجو ابدا. بطلع من البيت وبروح اول محل قبل ما اروح على مكتبي، بروح عند الوالده بتعمل الركوه الكبيره. حلو. وامي بتدخن كثير كمان كثير، يعني عرفتي انه وشربنا كثير نخفف لها ونفرملها عند خيام ما زبطت، بقى بتعمل ركوه كبيره وبحب هالصبحيه. حلو كثير، الله يخلي لك اياها. لكن الفنجان القهوه الاول مع الوالده، مع الوالده من تحضيرها. 100%. وانت بتحضر قهوه؟ اي بعمل قهوه. اي ما عندي ابدا، بالعكس كثير. طيبه قهوه. كل مره مرقت بالاذاعه كثير، انه مرقت بالاذاعه مش موجوده البنت زميلتنا اللي بتعمل بتحضر القهوه. ما بدك حدا يقوم يعمل ركوة، إنه أقفت أنا ما بعمل ببيتي وأنا جوزي بيعمل لي وهيدي أنا ما وقمت أنا ماشي أخذت الركوة وغليت وعملتش بدرسات. يعني أنا بحبها مرة كتير، ما بشربها بسكر. طيب نحن بدنا نتأكد وقت تعزمنا على فنجان قهوة لنشوف إذا قهوتك طيبة أو لا. يلا معزومين أكثر من قهوة. وهلأ نحن رح نتابع فنجان قهوتنا. نعم. معك، مع الأستاذ روبير فرنجي. استراحة قصيرة ونعود. أستاذ روبير فرنجي، كاتب صحفي مذيع مُعد مقدم برامج وممثل أيضا. أي ساعة بين مزدوجين. هو ممثل بين مزدوجين. نعم. أي ساعة عادة يبتدئ نشاطك اليومي؟ بكير، بعد فنجان القهوة. بعد فنجان القهوة مباشرة. وقت بكون بصغرتي أنا ألتحق بمكتب وزارة الإعلام، مكتب الوكيل الوطني للإعلام، هونيك. نعم. بيصير في ورش كبير، يعني إذا بدك بخلص شغلي المعني بهذه المؤسسة بالوكيل الوطني للإعلام، وبعدين بنصرف لتحضير حلقات برنامجي، لكتابة مقالاتي، لتحضير روزنامة مواعيدي. بحل كتير أشياء على التليفون بهالنهار، وبرجع بجي على البيت للنهار. عم بحكيكي وقت بكون أنا بصغرتها، بعد الظهر أما بفرغ مقابلات للشبكة أو الأنوار أو مجلة الصياد، المؤسسات الإعلامية اللي بكتب فيهم، بصيغهم وبكتبهم، بأمنهم صورهم، يعني بأمن المادة المطلوبة مني. وعادة نحن بنسلم موادنا، بيخلص العدد ببلش، يعني بتبلش مشقات العدد الآخر، يعني بيطلع لعدد نهار الجمعة. نحن منكون الجمعة بلشنا ورشة تحضير العدد الثاني. نعم. عنا جمعة سبت أحد تنين هو للشبكة، يعني أنا هو أول ثلاثة أيام، يعني ما في ويكاند. ما في ويكاند 100%. لا طبيعي بلاقي وقت للولاد، بس أنه تعب هذه الأيام يعني هو للمقروء. جمالا تنين تلاتة بسجل حلقتي الإذاعية بالتلفزيون. كان عندي يوم تصوير يوم تحضير. بالتمثيل إذا بدك هلأ نهاية تصوير مسلسل اسمه عندما يبكي التراب للكاتب طوني شمعون، إنتاج وأخراج إلي معلوف. نعم. مع نخبة كبيرة من النجوم، ما بدي أعد، بس هو يعني بطولة يورجو وشلهوب وكارول الحاج، الثنائي العائد إلى الشاشة. نعم. دور طبيب. هلا عم جرب المهن، يعني عم بعمل شغل يعني. انت اطليت قبل بدور الاستاذ الجامعي؟ لا، المذيع. المذيع اي مزبوط، بكاش صح فلو. كان اطلالي رمزي، يعني انه هيك اطلالي صغير يا عابره. انه هلا ثاني دور اخذته الاستاذ الجامعي اي باول مره. المسلسل اللي نعرض على ام تي في
المسلسل الجامعي اللي كتير آدمي يعني، اللي كان عم بيوعظ إذا بتتذكري بيتر سمعان إنه ما يعمل علاقة خارج مؤسسة الزواج مع تلميذته. صحيح. بدي خبرك هون نكتي، السنة بالصيف كنا بماراثون روتاري للدراجات الهوائية دعما لسان جود، كانوا مجموعة كبيرة من الممثلين، كارمل لبوس وفيفيان أنطونيوس وباسم مغني ومازن معظم وبيتر سمعان وتوني عيسى. هلا بعدين نعمل بيفيه انا والشباب عم هيك نعبي الصحون المأكولات اللذيذه، مغتربه بتشوفنا بقى حضرت واقتنعت كتير انه اللي كان عم بيصير حقيقه. طلعت هيك اول شيء ببيتر قلت له مسيو سمعان عدت تخلص كل شيء نصحك مسيو فرنجي ما تخرب بيتك، عدت تخلص وطلع معه حق بالنهاية انه رايح على الاخر مصدقه ما اقتنعت. كل هالأعمال ما شاء الله يعطيك ألف عافية، موسع كتير مشاريعك وأعمالك ودايما خطواتك محسوبة. يعني كل شيء عم يطلع مثل ما بتجلي أنا وأساسا الصحافة هي مهنة المتاعب. صحيح. وكنت عم بتقلي عن بيتك وعن ولادك. طيب مع كل هالأشغال وين بتلاقي وقت للبيت وللولاد وللزوج؟ أكيد في تقصير. نعم يعني أكيد في تقصير. كم ولد عندك؟ عندي إيميليو وغادي وجنى، عندي صبيين وبنوت بتاخذ العقل، ثلاثتهم بياخذوا العقل. عندي الشباب صار إيميليو 12 سنة ونص. نعم. غادي الثاني الوسط وجنى زغطورة البيت اللي هلا كمان جنى عم تشتغل شي دراما بشوارع الزل، عم تلعب دور المتسوي اللي بزار كل اخواتها الشحيده عم بيسرش بولا، عرفتي مصاري هيك حجر انه بالله يا محسنين. انه يعني ما عندك مشكله انه الاولاد مثلا يمثلوا يلتقوا بس ما لانه شاطرين. أي. بس مش شاطرين مثل على طريقه اللبنانيين انه ابني الاول، لا بس انا عندي ولدين اول وعندي ولد بالخامسة ستة الاول، يعني ولادي شاطرين. مش انه عرفتي ايه لانه بلبنان كلنا ولاد من الاول، ما في حدا تاني. لا بالعكس بحب يمارسوا هواياتهم. هلا بوقت الفراغ مثلا انا شو بعمل؟ بعود بقصر كتير بعود كتير. يعني مثلا انه عندهم الاكاديميه الرياضيه اللي بيلتحقوا فيها ايميليو غادي نهار اكاديميه السلام من نهار السبت، وقت بكون موجود انا بزمر الاوتوكار بقول لهم انا بابي بنكون مضطرين تروحوا قبل بساعه، انا بوصلكم وبجيبكم اليوم. وقت بكون السبت بيعطلي بالبيت انا باخذهم. او اذا جنى عندها بيانو مثلا يوم الجمعه، هي اجمالا البيانو عندها جنى بالجامعه الانطونيه، بلا لاما ريحي حالك اليوم انا باخذ جنى. او عنده حدا بيرزق انا بروح بختار له الهديه وباخده. بحاول اعود لاقي وقت وماشي الحال. يعني امهم حدهم 24 على الاكيد. بس هلا هني بيرضوا هيك يعني انه بيقبلوا بالوقت يلي بترجع انت بتجرب تضيفه؟ هلا بيعاتبوا هني يعني زي المره الماضيه ايميليو عم بيقول لامه انه انا ولا مره بمرض وبلاقي الباب حد كيف انا هيك هزني الموضوع. قال لي باب مرة أنا فكشت إصبعي بالفوتبول كنت أنت عم بتصور أحلى جلسة، المام أخذتني صورتني. ومرة بدي روح نقي عندي لونات للدرس بدري شو، أخذتني المام عند الحكيم وهي ما يعني أخذتني لاخترت النظارات. أنه أكيد بيعاتبوا بيحاسبوا مثلا أنه أو بيلطشوا كي لطشات صغيرة، أنه المدير قال لي شاطر مثل بيك، ما أنت مش مسمع لي مرة درسي. أنه بيسمعوك عرفتي هذا الكلام بينبهوك على تقصير. نعم. بينبهوك انه باب بفقلنا اخر وقت نحن عم نقول بون بيخبرنا شغلي بانه انا بلحقهم اخر وقت لعود شوي على اوضتهم على قبل ما يناموا او بون جاي مسرب على البيت. المهم اذا بدك اللي انا بيسعدني انه مرتي كتير متابعتهم بتعود هيدا الغياب المفروض وعم بتربو مثل ما أنا بحبها. نعم. طيب روبير الولد شو إحساسه وقتا بيكون ماشي مع بي معروف ومشهور؟ يعني أنت خاصة انتقلت إلى النجومية بعد ما ظهرت على التلفزيون 100%. يعني ما بفتكر أنه الناس هيك بتتركك تمرق مرور الكرام بدون ما يحكم أول فترة. نعم. ما بعرف إذا كانوا يتظاهروا أنه ما كتير يحبوا. يعني كان يقول لي مثلا غادي ابني باب وبده افترضنا انا اعمل له شيء قصاص، يقول لي بروجرامك مش منيح ما حدا عم بيحضره، كل رفقاتي بالصف ما حدا عم بيحضر البروجرام. قال له انا ايمن البروجرام مش معمول لعمركم، عرفت؟ وقت يكونوا راضين يقول لي قديش عم بيجيب البرنامج ريتنج؟ قال له مثلا هالقد، يقول لي ليك الاسبوع الجاي رح يجيب اكثر لانه قلت لرفقاتي بالصف كلهم يحضروا. هلا مع الوقت صرت احس كيف يعاتبوني انه ينبسطوا بوجودي، لنقول في كرنفال بصغارته.
باب بدك تروح معنا أنت على الكرنفال. ينبسطوا وقت يشوفوا الناس عم تصور، يعني أنا وياه هنا عم نتصور، أو الناس عم يسألون حالهم هن كمان VIP أو على 100%، أو صار يحبوا يحضروا المسرحيات معي. ما أنا كنت أحضر المسرحيات بحكم شغلي عروض أولى، صار يطلبوا أنه باب بليز رجع أحضر معنا، أنه مثلا يطلع جورج خباز لنقول يرحب، يقول مثلا عادي انه يرحب انه روبير فرانجي الاعلامي، بس يقول له بالمستر فرانجي الصغير كتير تعني له.